كما مشاهدينا ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أسامة سعيد مدير تحرير الأخبار. دكتور أسامة، بعد التحية، صباح الخير على حضرتك. يوم جديد في العملية الانتخابية والعملية الاقتراع للمصريين في الداخل والمستمرة معنا حتى الغد، وكيف تقرأ المشهد الانتخابي في هذه الأوقات الحساسة من تاريخ الوطن؟ يعني أولا صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين وعلى مصر كلها اللي بتشهد بالفعل لحظة فارقة في تاريخها ولحظة مفصلية. أعتقد أن هذا المشهد المشرف وهذا المشهد المبهر اللي بيقدمه المصريون على مدى اليومين، سواء بالأمس أو اليوم وحتى قبل فتح صناديق الاقتراع وفتح اللجان، الناس محتشدة أمام اللجان في انتظار الدخول إلى للإدلاء بأصواتها. هذا المشهد بيعكس إرادة شعبية واضحة لمساندة الدولة المصرية، مساندة المؤسسات الدولة المصرية. التصويت ليس لمجرد اختيار رئيس مصر القادم، ولكن تصويت على مسار ديمقراطي وعلى مسار سياسي ومسار إصلاحي بدأته مصر منذ 10 سنوات. وأعتقد أن هذه هي الرسالة الأهم. هؤلاء المصريون الذين يحتشدون في كل المحافظات هم يصوتون للوطن ويصوتون من أجل الوطن قبل أن يختاروا رئيس مصر القادم. وبالتالي أعتقد أن هذه رسالة واضحة، رسالة قوية، أن المصريون على قلب رجل واحد، أن المصريون يقفون وراء وطنهم، يساندون مؤسسات الدولة المصرية، يحتشدون من أجل تعزيز قدرات الدولة المصرية على مواجهة التحديات، سواء التحديات الداخلية أو التحديات الخارجية والتحديات الإقليمية. وأعتقد أنه هذه الرسالة رسالة قوية للغاية، رسالة واضحة للغاية. كل الفئات تشارك، الشباب، النساء، ذوي الاحتياجات الخاصة من كل القطاعات في كل المحافظات. مشهد متكرر، مشهد مشرف، الجميع يبادر للإدلاء بصوته للتعبير عن إرادته لاختيار الوطن قبل أن يختار رئيس مصر القادم. وهذا ما كنت سأسألك فيه دكتور أسامة، عن كيف تراهن من المشاركة السياسية الآن على وعي المواطن؟ ذكرت أن هناك فئات مختلفة وتقريبا كل أطياف المجتمع يشاركون بفعالية في اليوم الأول في هذه الانتخابات. كيف تراهن على هذا الوعي والرسالة المقدمة ليس على مستوى الداخل ولكن على مستوى العالم؟ يعني الحقيقة عندما كنا نتحدث دائما في كثير من اللحظات الصعبة على أن وعي المواطن المصري وأن معركة الوعي هي المعركة الحقيقية للوطن في هذه السنوات التي واجهنا فيها الكثير من التحديات، لم نكن نقلل أو لم نكن نبالغ في الحديث عن أهمية معركة الوعي. وأعتقد أنه ما نشهده اليوم هو نتاج عملية بناء الوعي للمواطن المصري الذي ينتفض في لحظة فارقة للتعبير عن إرادته لمساندة الدولة ولإجهاض كل محاولات إحباط المصريين ودفعهم للابتعاد عن ممارسة حقهم وممارسة واجبهم. أعتقد أن هذا رد عملي ورد فعلي ورد حاسم من قبل الجموع المصريين كما أشرت، من كل الفئات، من كل المستويات الاقتصادية، من كل المستويات الاجتماعية، من جميع المحافظات. الجميع يبادر، انظري إلى على سبيل المثال إلى لجان تصويت المغتربين، حتى من يعيشون بعيدا عن مناطق سكنهم يبادرون للذهاب إلى لجان المغتربين للتصويت للإدلاء بأصواتهم. بالأمس شهدنا لجان تفتح حتى بعد مواعيد العمل الرسمية لتستوعب الضغط المتزايد والإقبال المتزايد من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم. أعتقد أن هذه رسالة واضحة وتأكيد على النضج السياسي وعلى نضج الوعي المصري الذي يدرك تماما أن هذه الانتخابات أولا هي حق وهي واجب أيضا على كل مواطن، وهي كما أشرت تصويت على مستقبل الدولة المصرية، على مستقبل الوطن قبل أن يكون اختيار لشخص رئيس الجمهورية المقبل. لأنه استمرار حالة الاستقرار السياسي واستمرار حالة الاستقرار الشعبي وهذا التماسك الوطني بين مؤسسات الدولة وبين المواطنين هو سلاح مهم وأداة مهمة لبناء مستقبل الدولة المستقرة والمزدهرة والتي تسير على الطريق الصحيح من أجل تحقيق أهدافها. وبالتالي هذا المشهد وهذه المشاهد المتكررة من كل المحافظات هي تصويت كما أشرت ينبئ ويؤكد ويجسد
حجم الوعي الذي بات يتمتع به المواطن المصري، حجم الرؤية السياسية، وحجم الإصرار على استكمال مسار الاستقرار والانتقال إلى استقرار دائم للدولة المصرية وبناء مؤسسات الدولة المصرية بتصويت شعبي حاشد وبإرادة شعبية صلبة، وبتأكيد على وجود رؤية واضحة واختيار واضح لهذا الشعب أنه يريد الاستقرار، أنه يريد المضي قدما نحو بناء مؤسسات الدولة ونحو امتلاك قدرات الدولة الشاملة وفي مقدمتها التلاحم الشعبي مع القيادة ومع الدولة ومع مؤسسات الدولة وإنجاح كل الاستحقاقات التي تعبر عن إرادة هذا الشعب. نعم دكتور أسامة، يعني أريد أن أتحدث مع حضرتك في نقطة غاية في الأهمية، وهو دور لا يمكن إغفاله، وهو دور الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع كل وكافة مؤسسات الدولة المصرية لإتمام وتسهيل إجراءات العملية الانتخابية، وخصوصا في متن أخبارنا اليوم صباح اليوم كان هناك يعني تحدث عن مراسلون وأجانب وهيئات دولية متواجدة في عدد من المناطق، وكانت هذه المناطق هي مناطق صعبة الوصول إليها مثل شمال سيناء وعدد من المناطق، نتحدث عن العريش، عن رفح، عن الشيخ زويد، بئر العبد. كيف تقرأ هذا المشهد ووصول هذه الجهات الرسمية الدولية في هذه الفترة الحساسة، وتحديدا بنتحدث عن انتخابات رئاسية، والوصول إلى هذه الأماكن التي الآن أصبحت أمينة وهي رسالة واضحة أن هناك أمن وأمان في هذه الأماكن التي لم نكن كمصريين نصل إليها؟ يعني أولا هذه ليست فقط رسالة لفكرة الاستقرار الأمن واستقرار الوضع الأمني في البلاد، وأن مصر يعني ودعت أي ظروف فرضت عليها في بعض الفترات واستطاعت أن تمد يد الأمن والأمان إلى كل ربوع الوطن، هذه ليست فقط الرسالة، ولكن أيضا هي رسالة واضحة على احترافية الدولة المصرية، على قدرات الدولة المصرية على إدارة هذا المشهد الانتخابي. نحن نتحدث عن إدارة انتخابات في مساحة شاسعة بعدد مصوتين مسجلين في قواعد الناخبين 67 مليون مصوت، يعني نحن نتحدث عن تعداد عدة دول، وبالتالي نتحدث عن احترافية كبيرة في إدارة هذا المشهد الانتخابي دون أن ترتكب لا مخالفات ولا أحداث تعكر صفو العملية الانتخابية أو تحول دون وصول كل ناخب إلى حقه لممارسة دوره والإدلاء بصوته. هذه مسألة تمثل تحديا كبيرا لمؤسسات الدولة لإدارة هذا المشهد بهذه الاحترافية التي نراها، وأعتقد أنه بالفعل دور الهيئة الوطنية للانتخابات دور لا يبد أن يقدر ولا بد أن يشاد به، أولا لأنها أولا كهيئة مستقلة تدير العملية الانتخابية، تشكيلها تشكيل قضائي من رجال القضاء الشامخ الذين يغلبون دائما مصلحة الوطن على كل الاعتبارات، أعتقد أنهم أضاروا بالفعل هذه العملية قدرة بالغة. وهذه الإجراءات الملموسة على أرض الواقع جميعا شهدناها، والمواطن المصري يعني استطاع أن يلمسها على أرض الواقع. دكتور أسامة السعيد مدير تحرير الأخبار، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من تفاصيل.